إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نقف بحول الله مع آيات عظيمة من سورة فصلت، يبين الله عز وجل فيها عبادا من عباده كيف كانوا في هذه الدنيا وماذا أعد لهم في أخراهم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلاً من غفور رحيم. هذه الآيات تتحدث عن أمر المؤمن والمسلم وما يجب أن يكون عليه في هذه الحياة الدنيا وما يعد الله عز وجل له إذا كان مستقيماً على طاعة الله. يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. قال العلماء: تنزل عليهم الملائكة في موضعين، الأولى عند قبض الروح تنزل عليهم الملائكة بالتثبيت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فتثبته الملائكة حتى يوفق إلى قول لا إله إلا الله، القول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقال بعض أهل العلم: تنزل عليهم، يأتيه ملكان يأخذانه عند خروجه من قبره يبشرانه، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. يخاف الإنسان من الأمور المستقبلة ماذا سيحدث فيها، ماذا سيلاقي من حياته الأخرى إذا دفن في القبر، ماذا سيلاقي
في أرض المحشر يخاف، فتأتيه هذه الملائكة بالتثبيت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا على أمر الدنيا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، أي إذا استقمتم على طاعة الله. ولذلك يسأل المؤمن ربه تبارك وتعالى في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة، يقول: اهدنا الصراط المستقيم. وقد أمر الله عز وجل بالاستقامة رسول الله والمؤمنين، كما قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وجاء في حديث سفيان ابن عبد الله الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره، أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك، وفي لفظ: لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال العلماء: ومعنى ذلك أن يكون كلاماً جامعاً قليلاً ألفاظه، يحفظه ويستمسك به حتى ينجو يوم القيامة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وذكر العلامة ابن كثير قولا ثالثا لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أنه في القبر حينما يأتيه الملكان يسألانه: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: بما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسدده الله ويعينه ويوفقه إلى إجابة هذه الأسئلة. ثم يأتيه المنادي أن صدق عبدي، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، أي في الآخرة، ولكم فيها ما تدعون، أي ما تتمنون وما تطلبون، ما يشتهي الإنسان من جميع أنواع النعيم ومن جميع أنواع الأطايب ومن جميع أنواع المتع، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأنهم استقاموا على ما أراد الله عز وجل. ولكن ما هي هذه الاستقامة التي هي هذه ثوابها؟ قال ابن كثير رحمه الله: سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوما جلساءه فقال: ما تقولون في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟ فقال بعضهم: ثم استقاموا من ذنب، أي تركوا المعاصي. فقال أبو بكر: والذي نفسي بيده، لقد حملتموها على غير المحمل. هم قوم استقاموا فلم يجعلوا إلها آخر. وهذا من أهم أنواع الاستقامة، أن يستقيم المسلم مع ربه تبارك وتعالى بأن يعتقد ربوبيته وألوهيته، وأن يصرف له جميع أنواع العبادات، وأن يتوجه إليه بأسمائه الحسنى
وبصفاته العلى، فلا يرغب إلا إلى الله، ولا يلجأ إلا إلى الله، كما قال الله سبحانه وتعالى، وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد، فإياي فارهبون. وقال الله عز وجل: وقال الذين كفروا: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هذه الآية قبل آيات الاستقامة، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينادون أي يوم القيامة: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. أي أن غضب الله عليكم ومقته لأعمالكم حينما كنتم تدعون إلى الإيمان بالله وإلى توحيده وإلى إخلاص العبادة له، وأنتم تكفرون وتشركون وتجعلون لله الأنداد، مقت الله لكم أشد من مقتكم لأنفسكم، وأنتم تعرضون على جهنم، وأنتم ترون جهنم إذا رأتكم من مكان بعيد، كما قال الله: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا، أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد الله العباد المتقين. قال الله عز وجل: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. ما قدر الله حق قدره، خالق الكون تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند لله وأنه لا سمي له وأنه لا كفء له لا شيء يشبهه. تعالى ربنا عز وجل: الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. هذه مشاهد عظيمة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هل هذا خير أم من قال الله عز وجل فيه: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، أعاذنا الله من جهنم، فهل إلى خروج من سبيل؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. هذا حال كثير من الناس، والدعاة ينصحونهم، يريدون بهم الخير، يريدون أن يخرجوهم من الظلمات إلى النور. ماذا تفعل بعباد الله الفقراء المساكين الضعفاء الذين يطلبون حاجاتهم من الله؟ لماذا لا تتوجه إلى الله؟ ما العيب في هذه الدعوة؟ ما مشكلتها؟ لماذا ينزع حق الله ويعطى للضعفاء؟ ولذلك أعظم معاني الاستقامة
أن يستقيم الإنسان مع ربه. ولو استقمت مع الله لا يضرك أحد من الناس. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتمثل بأبيات، وقد قالها بعض الشعراء في مدح بعض الملوك من البشر، وهو يقولها تمجيدا لله، يقول لربه وهو يناجيه: فليتك ترضى والأنام غضاب، ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ينصح الإنسان ربه تبارك وتعالى بأن يعظم فيه الرغبة، وأن يقوي فيه العزيمة والتوكل واللجأ والعبادة لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلنا من أهل الاستقامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله العظيم الجليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى عن الشبيه والمثيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم تكون فيه السماء كالكثيب المهيل. سأل وتكلم عن الاستقامة أبو بكر، وتكلم عنها أيضًا بنفس المعنى ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك عمر رضي الله عنه، قال: ما تقولون في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟ قال: هم قوم استقاموا على طاعة الله ولم يروغوا روغان الثعالب. المسلم لا يجتمع فيه كذب المنافقين ولا غشهم ولا غلهم، فهو مأمور أن يأتي الله سبحانه وتعالى بطريق مستقيم، وعليه أن يأتي ما أمر الله على مراد الله، وما أمر رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي تعين على الاستقامة، أولاً أن يدعو الإنسان ربه، فإن الله عز وجل هو الذي بيده القلوب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين في القسم قال: لا ومقلب القلوب. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، وفي لفظ: أعوذ بك من الحور بعد الكون. ثانيا: أن يخلص الإنسان دينه لله، وأن يصرف جميع العبادات لله، وأن يبعد عما يقدح في إيمانه ودينه. ثالثاً: عليه أن يترك وأن يبتعد من أصحاب السوء وأهل البدع والضلال، والذين يروجون لانحرافك عن الصراط المستقيم، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من الأمور المعينة أيضاً أن يجتهد الإنسان في العبادات الفرائض والنوافل، ويكثر منها لله عز وجل، وعليه أن يسارع الزمان، وأن يعلم أن هذه الدنيا ناقصة، وأنها فانية، وأنها لا تسوى عند الله جناح بعوضة، فيسارع إلى الخيرات ويسابق إليها، ويكون من الذين يبادرون إلى الأعمال الصالحة. يريد أن يبادر قبل أن يبادر، وأن يتوب قبل أن تقبض روحه،
هكذا يكون المسلم على طريق وعلى صراط مستقيم، ويكون مآله إلى جنة الله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج همومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم. وصية القحطان. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان.